السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Hey a Long Sonet Hello! <laughs> الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما ينبغي لاسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. احمده تبارك وتعالى حمدا خالدا مع خلوده لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين اللهم صل عليه صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين ايها الاخوه المؤنون عباد الله اسال الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لاخواني هؤلاء وللمسلمين اجمعين اللهم اجعل مجالسنا مجالس علم ونور تثقل بها الميزان وتحقق بها الإيمان وتخسئ بها الشيطان اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة والرحمة واذكرنا في ملائكة الأعلى المبارك اللهم بيض وجوهنا اللهم اشرح صدورنا اللهم زك أنفسنا اللهم اجعل الحق في قلوبنا وأجر الخير والنفع على ألسنتنا وبعد أيها الإخوة فهذه هي الجمعة التاسعة عشر تسع عشر من ربيع الآخر الآخر العام أربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأخيرة في عام تمنتاشر وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام اليوم الثامن والعشرين من ديسمبر وهي الجمعة الأخيرة لهذا العام والله تبارك وتعالى أولى الإنسان نعماً كي يستطيع أن يستثمر وقته وعمره بمحددات ومعالم في طريق حياته يستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى وفي فعل الخيرات وإتاء المبرات من ذلك أن جعل حياة الإنسان وعمره جعلها مراحل سواء كانت مراحل عمرية مراحل دراسية مراحل صحية مراحل اجتماعية مراحل عمرية ينتقل الإنسان من صبا إلى غلمة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة وهكذا ومراحل دراسية ينتقل من طور تعليم إلى طور أعلى منه وكذا ومن مدرسة إلى أخرى ومراحل هذه المراحل يتنقل فيها من مرحلة إلى أخرى حتى إذا أخفق في مرحلة استعاد قواه واستنهض هممه كي يسلك مرحلة جديدة ويبدأها بهمة وافرة جديدة ليس يعني ليست مثقلة بأعباء الأمس إنما هو عنده هدف جديد يبدأ فيه بطريقة جديدة مرحلة مثلا المراحل الإجتماعية هو كان عزبا فتزوج كان متزوجا فأنجب كان منجبا فعلم أولاده وزوجهم هكذا الله عز وجل جعل الحياة كلها مراحل جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يتبع بعضهم يتبع الليل والنهار هكذا والنهار الليل خلفة لمن أراد أن يذكر او اراد شكورا اراد ان يتذكر ان يستدرك ما فاته من الاعمال والواجبات الفائته التي كانت واجبه عليه فلم يفعلها جعل الليل والنهار خلفه كي يستدرك الانسان ما فاته في الليل يستدركه في النهار وما فاته في النهار يستدركه في الليل وما فاته العام الفائت يستدركه في العام المقبل وهكذا ايها الاخوه إذن هذه المراحل وهذه السنون التي تمر بنا يجب على الانسان ان يستثمرها بجدول عمليه ان يستقبلها بهمه تجديديه ان يضع لنفسه اخفاقات يريد ان يتجاوزها في العام القادم اخفاقات مر بها نجاحات يريد ان يكررها وينشط فيها في قادم مستقبله ايها الاخوه ايها الاخوه هذا عام نستقبله نحن بعد ايام لا يهولنك أعوام كثيرة مضت فستمضي أعوام أخرى ربما لا نكون من أبناء الدنيا في العام القادم ربما لذلك رتب لنفسك أخي الكريم لذلك أنشئ لنفسك جدولا آخر يا إخوة الفائت كل فائت كل فائت كل مفقود يرجى أن يعود حتى الميت لو مات لك حبيب يعني لن تعدم أملا أن تلقاه عند الله في الجنة اذا كنت من المسلمين لن تعدم امل ان تلقى من فقدت من احبابك بالموت ان تلقاهم بعد الموت في الجنه عند الله تبارك وتعالى الا الوقت الوقت اذا مر ايها الاخوه فلا امل من عوده لحظه فيه من عوده لحظه ولحظه واحده فيه لذلك علينا ان نستثمر هذه الاوقات ربنا اراد ان ينبهنا الى اهميه الوقت في القران الكريم فاقسم به في غير موضع قال والفجر وقال وليال عشر قال والعصر قال والليل إذا يغشى قال والنهار إذا تجلى هذه أوقات أراد أن ينبهنا عن الفوارق الزمنية فقال في سورة النمل أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك والآخر قال قبل أن يرتد إليك طرفك والفرق بين هذا وذلك أمر ربما كثير منا يريد أن يقتل حياته قتلاً يقتل حياته وحياه الاخرين قتلا بمثل هذه الفوارق قبل ان تقوم قبل ان تنتهي من الاجتماع والمجلس انا اتيك بعرش ملكه سبأ والاخر قال لا انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وهذا ليس استعراضا للقوه فقط ولكن ذكر الأهمية اشاره الى اهميه الوقت في حياه الانسان ايا كان جنسه ايا كان نوعه ايا كان عمره على الانسان ان يهتم بهذه الفوارق يهتم بتلك اللحظات يهتم بتلك الاوقات ويشغلها بطاعه الله وبما ينفعه ويجدد حياته يا اخوه علميا عند الاطباء ان الانسان خلاياه تتجدد كل خليه في الانسان لها وقت معين تموت خليه وتتجدد له اخرى يعني وغالبا غالبا ان الانسان كله شحمه ولحمه وعظمه يتجدد كل خمس سنوات مرة. يعني الكلام ده؟ يعني هذه اليد قبل خمس سنوات لم تكن موجودة. أنت بهيئتك هذه بلحمك الموجود الآن بعظمك قبل خمس سنوات لم تكن موجود حتى لو كان عمرك ثمانين عام. ما حصل إيه؟ حصل تجديد في خلايا الجسم والبنية. لماذا إذن تتجدد خلايا البنية الجسدية ولا تجدد الفكر ولا تجدد العقل ولا تتجدد المهام والواجبات التي نحيا بها وننهض كأمة ك... ثم ننال بها الجنة أو عازم بلا يدخل بها البعيد النار لا بد أن الإنسان يجتهد لتجديد أفكاره يا إخوة لو تصورنا أن إنسانا عمره خمسين عاما وتوقف تجديد الفكر اللي هو المفروض عن في التغي... المتغيرات وليس في الثوابت تجديد الفكر فقط توقف عند عمر الثلاثين جاء عند عمر الثلاثين وخلاص قال أنا جبعت قراءة في الفلسفات وقراءة في الأفكار وقراءة, وقراءة في الأنماط والسلوك وكذا 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 سأثبت على هذا المعنى أثبت على هذا المعنى ومر به عشرين سنة بعد الثلاثين وأصبح عمره الآن خمسين تعرف كم في عمره مفقود عنده عشرين سنة مفقودة في حياته, في حياته لماذا؟ لأنه لم يجدد الإنسان لابد أن يجدد كل يوم يكون عنده جديد المسلمين عندنا الشورى أمر الشورى أمر الشورى لا يتوقف على عمر معين بل الانسان كان يعني جابوا ناس يستشروها يحملوها على على الكراسي حتى يستشروها نتيجه ان افكارهم متجدده ليس الامر بكثره السنين انما بتجدد الافكار تروا يا اخوه في ناس اسلموا متاخرين جدا سنه سبعه هجريه اسلم فيها ثلاثه من عظماء الاسلام سبعة هجرية يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات سنة سبعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عام خيبر أسلم فيها عمرو بن العاص أرطبون العرب داهية العرب عاقل من أكبر الفاتحين في الإسلام هو سبب إسلام ما لا يقل عن تسعين في المية من الحاضرين أمام الآن عمرو بن العاص لماذا؟ لأنه هو الذي أدخل الإسلام للشمال الأفريقي كله وصل به إلى الأندلس أسلم خالد بن الوليد سنة سبعة هجرية أيضا ثلاث سنوات فقط أدركهم من حياة الرسول لكنه جدد جدد استدرك ما فاته من سنوات طويلة حارب فيها الإسلام والمسلمين حارب فيها الحق لجأ هو لما لجأ هو إليه وفهمه وأدركه غير في حياته أمور كثيرة أسلم فيها أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى أكثر من سبعة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أحاديث مروية عن أبي هريرة عن أبي هريرة مكية في المرحلة المكية قبل سنة سبعة هجرية لكن هو أخذها من الصحابة رضي الله عنهم الثقات العدول وبلغها فاستدرك كل ما فاته وزاد عن أقرانه زاد عن عبد الله بن عمر وزاد عن عبد الله بن مسعود الذين كانوا لهم سبق في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه متى كان إسلامه؟ هل كان إسلامه بعد أبي بكر مباشرةً؟ إنما تأخر إسلامه ليكن رقم أربعة وأربعين يعني سبقه إلى الإسلام ثلاث وأربعين رجلا ثلاثة وأربعين رجلا وهو أسلم رقم أربعة وأربعين لكن استدرك ما فاته فكان رقم اثنين في الإسلام بعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نماذج لاستدراك ما فات هذه نماذج لان الانسان ينهض لينهض الانسان من كبوته ويقوم من عثرته ويستدرك ما فاته من افعال الخير والبر العمر يمضي ايها الاخوه والوقت يمر ولكن القدر لا يلعب معنا الاقدار لا تلعب معنا تسجل علينا كل شيء كل كبيره وكل صغيره يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه عجيب ان تجد اشارات الى علم الاحصاء في القران الاحصاء الذي لا يترك شيئا احصاه الله ونسوه لذلك انتبهوا ايها الاخوه فما من دوره للفلك ما من دوره للفلك تتمخض عن صبح جديد ليست الا مرحله من طريق لا يتوقف ابدا طريق لا توقف فيه ابدا، طريق السير الى الله، طريق السير الى الاخره. الله تبارك وتعالى جعل من دلائل الايمان من دلائل الايمان في نفس المؤمن التقي ان يعي هذه الآيات من آيات الله في تقلب الليل والنهار فقال ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ان في اختلاف الليل والنهار وتعاقبهم وما خلق الله في السماوات والارض من معالم تدرك بها مرور الوقت لايات لقوم يتقون الخطا كل الخطا ان يمر العمر وينتهي الوقت المتاح لك في الدنيا فتكون كراقب القطار يظن انه واقف وأعمدة الأعمدة من حوله هي التي تجري لا يا أخوة الوقت هو الذي يجري ونحن يعني تتضاءل حركتنا ومسايرتنا له لابد أن يكون هناك نوع من التزامن تزامن الأعمال مع الأوقات الله سبحانه وتعالى لم يفترض عليك خمس أوقات في اليوم والليلة في الصلاة إلا وهو يعلم أن عليك من الواجبات مثلها إذا وزعتها على ذلك الوقت الخطورة كل الخطورة أن يضيع الإنسان وقته ثم يسطو على وقت الآخرين فيضيعه يا أخوة مسألة أن الإنسان يتصل في وقت ليس وقت مسموح فيه في الاتصال أو يجلس يجادل أو يناقش أو أو يزور حتى أصدقائه وأخوانه ومحبيه ممن لا يستطيع أن يردوه فأي وقت هذه مسألة من من كبريات الذنوب في الاسلام لذلك الله عز وجل انزل في سوره النور الاستئناس والاستئذان انزل سوره الحجرات سوره الاداب كي يكون الانسان محافظا على وقت نفسه ووقت اخوانه لا يضيعه ايها الاخوه استقبلوا عامكم الجديد باعمال جديده ولا تيأسوا ان تستدركوا ما فاتكم من واجبات الله تبارك وتعالى جعل حياة الإنسان محفوفة بأسئلة وسيدنا معاذ يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع السؤال عن أربع في سؤال عن في شيء عن مرتين يُسأل عن شبابه عن عمره فيما أفناه العمر زمن ووقت وحياة وعن شبابه فترة الفتوة والنشاط فيما أبلاه يُسأل عن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه هذه امور ايها الاخوه ينبغي يعني ان نرعاها ونهتم اليها لاننا مسؤولون ان الذين الله تبارك وتعالى يقول ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا اطمانوا واستكانوا وركنوا ورضوا بالحياه الدنيا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا تقلبات الزمان وعوارض الايام التي تصيب الانسان والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون الذي لا يشعر بالوقت ماواه النار لا ضير في ذلك ولا جدال ليس بمؤمن عند الله ليس بمؤمن عند الله من لا تهذبه التجارب اللي هي معالم الطريق في حياتك الدنيا تجارب مرض وصحه تجارب فقر وغنى، تجارب شباب وذهابه الى الشيخوخه او الموت، تجارب فقد الاحباب هذه التجارب، ليس بمؤمن من لم تهذبه التجارب، ربنا في القران الكريم يقول ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني تقلبت بهم البؤس والنعمة لماذا؟ لا ليس انتقاما منهم ولكن لعلهم يتضرعون ربنا يقول إيه فهل يعني فلولا فلولا إذ جاءهم البأس وجاءتهم النعمة وتقلبت بهم الظروف تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا كما قال تماما فلنذيقن ولنذيقنهم من العذاب الادنى عذاب الدنيا دون العذاب الاكبر، هل انتقاما منهم؟ الله عز وجل ينزل بك البلايا وينزل بك الامراض وينزل بك الفقر وينزل بك الغنى ولنذيق هذا عذاب دون عذاب النار ودون عذاب الاخره، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، اقل من العذاب الاكبر وقبل العذاب الاكبر، قال لعلهم يعني رجاء ان يكون للانسان رجعه وإناب الى ربه وتضرع مرة أخرى فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة جعل هذه الأشياء باب من أبواب الرجعة التي المراحل التي تمر بها كما قلت لحضراتكم صحة ومرض وغنى وفقر وصغر وكبر وتعليم وعمل وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصور يصور تقدموا أيها الإخوة قليلا تقدموا قليلا لإخوانكم لا يجدون مكانا في الخلف من يجد أمامه فراغ فليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصور تقلب المنافق بين الصحه والمرض وبين المرض والصحه وعدم, استد... وعدم استفادته وتغييره لنفسه فيقول مثل المنافق في, مر... في مرضه وعافيته مثل المنافق في مرضه وعافيته كمثل البعير مال البعير قال لا يبالي عقله اهله فيما عقله اهله او فيما ارسلوه الجمل الجمل كما ان اصحابه كما انه لا يدري لماذا عقله اصحابه لماذا ربطه اصحابه ولماذا ارسلوه وفكوا عقاله كذلك المنافق الله يعقله بالمرض يقيده بالمرض ثم يشفيه لا يتعظ من المرض لا يتعظ من البلايا لا يتعظ من المشكلات ان يخرج منها وان ينجو فيصحح ما فاته من فترات عمره هكذا المنافق هكذا المنافق لذلك ليس بمؤمن ابدا من لا يتعظ بتجارب نفسه او تجارب التاريخ اذا قرا عن اقوام بائده وامم سابقه واخرين خاضوا تجارب هو يعيد نفس الاخطاء هذا ليس بمؤمن انما المؤمن الذي ينتفع بتجارب الآخرين، والسعيد كما يقولون من اتعظ بغيره، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنام الله، سلسلة البعام، على سلوب كبير الله لما هابنا، هاشا وعلى بلدنا، ونشافه شعفه من والأرض. Liebe Geschwister vorab, unsere Brüder sitzen am Ende des äh, Raumes und kommen hier nicht rein. Deswegen bitte alle mal aufrücken, damit auch die restlichen Brüder hier Zugang haben. Das Thema der heutigen Freitagspredigt, liebe Geschwister, der letzten Freitagspredigt im Jahr 2018 ist anlässlich des Ende des Jahres auch die begrenzte Zeit, die uns zur Verfügung steht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Gunst in verschiedenster Form zukommen lassen. Eine dieser Formen ist die begrenzte Zeit, die wir leben. Die begrenzten Lebenszyklen, die wir durchgehen, die Kindheit, die Jugend, unsere Ausbildung oder unser Studium, manchmal vielleicht die Ehe, die Familie, die wir eingehen. Und mit diesen verschiedenen Lebenszyklen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns auch die Möglichkeit gegeben, gute Taten zu vollbringen. Das Gebet, das Spenden, mit der Ehe, die Erziehung unserer Kinder auf dem richtigen Weg, auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. In Surat Al-Furqan, Ayah 67, heißt es sinngemäß in ungefährer Übersetzung. Und er ist es, der die Nacht und den Tag so gemacht hat, dass sie sich voneinander für jemanden unterscheiden, der Bedenken oder Dankbarkeit zeigen will. Also, Allah subhanahu wa hat uns diese Lebenszeiten gegeben, damit wir Dankbarkeit zeigen, damit wir Gottesfürchtigkeit zeigen. Liebe Geschwister, die Lebzeiten sind begrenzt. Unsere Lebzeit ist begrenzt. Die verschiedenen Lebenszyklen sind begrenzt. Wir schließen sie ab und beginnen einen neuen Lebenszyklus. Genau wie das Jahr 2018. Wir schließen es ab. Unsere Taten, die wir vollbracht haben, haben wir vollbracht. Oder auch nicht. Und neue Taten können wir vollbringen im nächsten Jahr. In den neuen Lebenszyklus. Die Zeit ist ein begrenztes Gut, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala schwört in verschiedenen Äyen, also in verschiedenen Versen im Koran auf die verschiedenen Zeiten. Al-Fajr, der Morgen, Al-Asr und der Tag und die Nacht. Und weist damit auf die hohe Bedeutung der verschiedenen Zeiten hin, liebe Geschwister. Und der Wichtigkeit, diese Zeiten zu nutzen auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, es ist nie zu spät, gute Taten zu vollbringen. Wie der Sheikh gesagt hat, unser Körper ist in einem ständigen Wandel. Unser Körper, unsere Knochen, alle fünf Jahre erneuern sie sich. Warum sollte denn dann auch nicht unser Gehirn sich erneuern auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala? Es ist nie zu spät, wie bereits gesagt. So war es im siebten Jahr der Hijra, als äh, Amr ibn al der in den Islam konvertierte. Drei Jahre vor dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu wa sallam, oder Khalid ibn Walid oder wer kennt nicht Abu Abi Hurayra sallam, der über 7000 Hadith des Propheten Muhammad sallallahu sallam, kennt. Oder Umar, der erst der 44. Ist Muslim war, der in den Islam konvertierte. Liebe Geschwister, der größte Fehler, den wir begehen können in unserem Leben in der Dunya, ist, dass wir die Zeit nicht nutzen auf dem Weg Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dass wir sie falsch nutzen oder gar nicht nutzen. Dann am Ende unseres Lebens werden wir nach vier wichtigen Dingen gefragt. Und einer dieser Dinge, liebe Geschwister, ist das Shababiyya, also unsere Zeit, unsere Jugend. Was haben wir mit unserer Zeit, und unserer Jugend vollbracht? Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns dabei helfen, unsere Zeit auf dem Weg Allah Subhanahu Wa Ta'ala zu nutzen. Und vergesst nicht die Eier, liebe Geschwister, in zut Sharh sharah 7 heißt es auch. Da sagt Allah subhanahu ta'ala ganz eindeutig. Und wenn du fertig bist, wenn du fertig bist, dann streng dich an. Also nicht, wenn du fertig bist, dann ruhe dich aus. Also wenn du eine amra gemacht hast, dann streng dich noch mehr an. Mach die Hajj inshallah. Wenn du betest, dann bete mehr und mehr. Deswegen möge Allah subhanahu ta'ala uns dabei helfen, الزائد الطريق الله سبحانه وتعالى غشتك آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين أيها الأخوة الميدان ميدان عمل ميدان الحياة ليس ميدان راحة إنما هو ميدان نصب وتعب في طاعه الله عز وجل باخلاص وتجرد ابتغاء وجهه ربنا في سوره الشرح يقول فاذا فرغت يعني من عبادات واعمال ومشاريع خيريه واعمل انت تبتغي بها وجه الله اذا فرغت منها فماذا كان من المتوقع ان يقول فارتاح او فاطمئن انما قال فانصب انصب يعني اجتهد في عمل اخر جديد يقربك من الله يقربك من الله ومن رضوانه ويبعدك من من الشيطان ومن اتباعه فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب دائما الغايه هو الله سبحانه وتعالى رضاه ومرضاته ومحبه احبابه واوليائه والبعد عن اعدائه هكذا حال المسلم طوال وقته فإذا فرغت فانصب اذا فرغ من عمل شرع في عمل جديد ونصب في عمل جديد واجتهد في عمل جديد يصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض عباده المؤمنين يقول يموت احدهم وفي نفسه حاجه يريد ان يقضيها المسلم يا اخوه لا يقول عند على فراش موته المسلم الحق الذي هو على مراد الله وهو على فراش موته عنده مهام مجدوله يريد ان ينفذها لكن الوقت قصر معه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير هكذا يعاتب الله عز وجل فريق من اهل النار يقول اعطيناكم من المهله والوقت والعمر والعمر ما يتذكر فيه من تذكر يقول وجاءكم النذير لذلك المؤمن يقول عنده في, جداول في جداوله اعمال لم ينفذها ولم ينجزها فكان يتمنى له حاجه يريد ان يقضيها كان يتمنى ان هو يكون له من العمر فرصه يزيد في فعل الخير ويزيد في الم... لماذا هو قدم كثير وعنده جداول اخرى كان يظن ان عمره يتسع لها لكنه لم... هذا المكان من هذه الاماكن هذا المكان الذي نحن فيه الان هذا المسجد مسجد الهدى من المساجد او من الاماكن النادره في اوروبا لماذا لان عمركم ايها الاخوه عمر تواجد هذا المكان ثلاث سنوات ليس عمر ليس وقت كافي لهذا الانجاز الكبير هذا ان دل ايها الاخوه يدل على ان كل واحد فيكم ان كل واحد منكم يعني عرف لنفسه مهمه هنا فوقف وراءها بكتفه حتى انجزها ثم عندكم اعمال اخرى لا تكتفوا بهذا اذا كان الامر كذلك ايها الاخوه فلا يكونن العائق المادي والمالي عائق في انجازات مشروعاتكم القويه والوقوف وراء احداث وانجاز بيئه تعيشون انتم فيها ويعيش ابناؤكم فيها فيتربون على الحفاظ على الهويه الدينيه والاسلاميه والعربيه في هذا المكان لذلك جيوبكم وجيوبكم انتم فقط لا توجد دوله تتحمل نفقات الدعوة والعبادة ولا يوجد وزارة اسمها وزارة الأوقاف في ألمانيا إنما وزارة أوقاف المسلمين في ألمانيا هو جيبك أنت جيبك إن لم تدفع منه تأخر الإسلام وتأخر المسلمون وتأخر الأولاد وبدل والمسلم على فكرة خاصة العرب إن لم يعمل في الحق عمل في الباطل هي النفس البشرية هكذا في, في أي أينما وجدت لكن العرب متميزون في هذا الباب امه يقول ابن خلدون العرب امه فوضويه لا يصلحها الا الدين الدين فقط هو الذي يصلح هذا المكان فقط هو الذي يجمع ابناءنا ويربيهم ويحافظ عليهم هو الذي يهذب انفسنا فلا تبخلوا عليها ايها الاخ يقول في اين للمسجد بما يزيد على ثلاثه الاف يورو لا ينبغي لاحدنا ان يتاخر لو كل واحد فينا دفع اقل القليل سيقضى هذا الامر في هذه الجمعه وهذا عشمي فيكم والله سبحانه وتعالى يخلف عليكم نفقاتكم بالبركه في اموالكم والصحه في ابدانكم والرحمه لوالديكم والشفاء لمرضاكم اللهم تقبل يا رب العالمين نفقات اخواننا واجعلها بركه في اموالهم وشفاء لمرضاهم ورحمه لموتاهم وصلاحا لذرياتهم وزوجاتهم وازواجهم اللهم يا رب العالمين رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء برحمتك يا أرحم الراحمين نستغيث استعملنا في مرضاتك واستخدمنا في محابك وصرفنا بحسن اختيارك اللهم اجعلنا من أولئك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وتأذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله